رامي ما زلت زملكاوي جامد ولا؟ انا الحمد لله يعني كابتن الزمالك، وكل مره لما بتنزل مصر برضو بحاول ادي على نادي الزمالك كده. وانت انت دايما هناك ولا ايه؟ لا خالص والله ما بروحش كتير، بس عايز اسالك سؤال. انت اتولدت في مصر وسافرت على السويد ولا؟ لعبت في مصر الاول في الزمالك، وبعدين رحت اتحاد عثمان، بس كان اسمه دينا، باين نادي ايوه دينا صح، بعد كده. مزارع دينا. وبعدين نزلت السويد تاني، ولعب كام سنة، 4 سنين كده قبل ما رحت أرسنال. كنت رحت السويد وانت عندك كام سنة؟ أنا كنت عنده 21 سنة يعني لما رحت رجعت السويد. كان عندك 21 سنة، يعني كنت بتتكلم مصري لبلب. لا يعني أنا قعدت في مصر بس سنة ونص، قبل ما انا ما تسافر قعدتش اكتر من كده. سد يعني انا جه انا كنت عايش في السويد، اه عملت الجيش في السويد وكله حاجات ده في السويد، يعني كل وبعدين طفولتك في السويد، كل طفولتك في السويد.